ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم، وطبعا الفن كله والطاقة كلها طوفان من النجاح، طوفان من الفن، طوفان من التكريمات. مش بس نجاحها في الطوفان على مستوى مصر، ولكن نجاحها على مستوى العالم العربي. الكل بيتابع الطوفان، الكل بيتابع النجاح، والنهاردة هي بيتوجوها في الكويت عن دور مهم جدا في حياتها. طبعا كل أدوارها مهمة، وطبعا مش هعد كل الأدوار المهمة اللي من ساعة ما وصلت الكويت بيكلموها عنها، ولكن هي نجمة 2017 اللي اختاروها جريدة الأنباء الكويتية في الكويت. وفاء عامر، بقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا بوسي، وأنا مش عارفة أقول لك إيه. وبلد كبيرة ومحترمة وعظيمة، وبتفهم وبتقدر، يعني نجيلهم بعنينا. يعني طبعا انت شفتي نجاحات كتير في مصر من الجمهور، من المهرجانات اللي السنه دي كلها خدتي الجوائز بتاعتها، انما ده اول تكريم ليكي في الخليج عن الطوفان، وان شاء الله هيبقى في حاجه تانية في دبي. ان شاء الله. لا، شيء جميل، وانا بشكرهم جدا جدا لتقديرهم ليا، وربنا يقدرني بقد المسؤوليه. شفت ازاي الشخصية ديت أثرت في الوطن العربي؟ مش بس يعني في أعمال بتنجح في مصر، لكن ما بتلاقيش الصدى بتاعها على مستوى الخليج والوطن العربي. إيه اللي في الشخصية دي خليها تدخل في أعماق كل بيت عربي؟ الشخصية دي موجودة، أنا حاسة بيها، موجودة فيكي، وموجود فيها فيكي حتة، وفي حتة، وفي أهل الكويت حتة، في كل بيت. هي خالتي، هي خالتك، هي عمتي وعمتك، أختنا الكبيرة. هي موجودة في كل مصر وفي كل العالم العربي. وجعتني قوي عشان كده. ربنا بيختبرنا في أكتر حاجة بنحبها. أنا كبيرة إخواتي وليا كلمة عليه. وكنت بتقولها كمان للبنات اللي كانوا واقفين معاك. بعد كده مش هبوس حد غيرك أنت يا جميل. بصي شقي يا ماما، عامل زي القرد المسلسل. تعالوا شوفوا ضرتها عاملة في نفسها إيه، عشان كده جوزها لسق لها. ست فالص وعيرة. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ مفيش دم ومفيش عقل. منيرة مني. أنا مني؟ أنا بيبقى عندي متعة لما بشوف الناس قدامي بتاكل كده ومبسوطين. خشي نام يا منير. الظاهر إن أنا الوحيدة اللي بتهزق في البيت ده وبيتزعقلي. الأرض بتاعتكم جايبة 300 مليون جنيه. هما 300 مليون دول يطلعوا، يعني يطلعوا قد إيه؟ أو القصر اللي في الجنة ده هيجي من دعاك يا ست الكل. لا، ونقعد فيه سوا. انا مش عايزاكي تعيطي. المكياج النهارده حلو، تحفه، والفستان هاني البحيري تحفه، وشكل البحيري ده قلبي، لان الحقيقه من غير ما بياخد مقاسات عارف ان في النهارده تكريم كان جاهز على طول بالفستان. فتحيه كبيره قوي لمصمم الازياء العالمي الاستاذ هاني البحيري. يمكن عندنا شويه في مصر عدد الصحافه زاد، عندنا شويه الجريده الصفراء، عندنا التدخل في حياه الفنان الشخصيه بقى موجود في مصر، ولكن ما زالت الكويت بتحتفظ بالعلاقات الحميميه ما بين الصحافه والفنان، والدليل 42 سنه على جريده الانباء، وشايفه كل اهل الكويت موجودين ومحترمين، وما حدش امن على الكرسي، وما حدش طلب انه يتصور، والناس بتحس انها اوروبا، يعني بيشاوروا الفنان من بعيد، مبسوطين بيه، مبسوطين بنجاحه. يمكن بس في مشكله في بعض الدول ومنها مصر، انهم باصين للفنان على انه حته من السماء ولازم تتلمس، ومعذورين. عندنا ثقافه المشاهده عامله الحاله دي، فاحنا بني ادمين عاديين بنعمل اللي فيه الصالح، اللي يعلم الناس، اللي بقى قريب من المجتمع بس. يعني طبعا النهارده وانت موجوده مع كوكبه وعمالقه من نجوم فن الكويت، هل بتتابعيهم؟ هل ليكي اتصال شخصي بيهم؟ شفتك امبارح مع سعاد عبد الله وانتوا بتتعشوا، قد ايه كنت سعيده بيها وفنها؟ العلاقه بينك وبين الفن الكويتي؟ انا معجبه اساسا بالاستاذه يعني سعاد عبد الله، وبحبها وبحب كل اعمالها، ودموعها بتبقى غاليه عليا، وهي بتتكلم من قلبها بيبقى واصلني جدا. بحب جدا محمد المنصور، بحب في ما خايفه انسى ناس، حياه الفهد، حياه الاستاذه حياه الفهد، ما ينفعش ما نجيبش سيرتها. لا، احنا الحمد لله شعبين بفنون مختلفه، بس بنفس المشاكل، بمشاعر واحده، عايشين في ارضين.
يعني طبعا عايزة اقول ان يمكن وفاء الفترة ديت بتعمل دور مهم وصعب وبنتابعها لايف. احنا عايزين نفتح لايف انا وانتي اللايف لايف ده. شايفة دور جديد عليها، دور فيه كوميديا، هي وحسين فهمي شخصية بعيدة كل البعد عن الشخصية اللي شفناكي بيها في الطفولة وبعيدة عن دلوقتي. اولا هو الفرق بينها وبين منيرة ان منيرة كانت فيها سنة جبن تسليم بالامر الواقع، لا انا بعمل دلوقتي غالية تخش في الصخر وتتخانق وتضرب وتتضرب في الحارة مع اسرة الشهيد عاملة ازاي، مع اسرة البنت اللي بتتجوز عاملة ازاي، حشرية الى حد ما وده بيعمل لها مشاكل، بتبيع كبدة كل يوم اعمل لهم كبدة. انا شايفاكي واقفة بتطبخي بنفسك، ده تصوير ولا للاستاف؟ والله على حساب المنتج، المنتج بيته اتخرب يعني مش عايزه اقول. ما هو البيت المنتج بيتك بيت بيتك. يعني كل يوم اقول له النهارده في 10 كيلو كبده، احد يقول لي انت صدقتي ان غاليه بجد؟ فلا الدور جميل وانا حباه، عملته بعشق، اتمنى ان هو يوصل لقلوب الناس، بس هو المشكله ان هي مش هاديه زي منيره، يعني غاليه حاجه ثانيه، بركان حاجه ثانيه. ازاي قدرتي بسرعه؟ يعني في ناس بتاخد وقت على بال ما تخرج من نجاح شخصيه قويه جدا وتبتدي تدخل في شخصيه تانية بتديها وقتها، تبقى خايفه انها تيجي دور تاني ما يبقاش بنفس النجاح فتلاقيهم بيقعدوا وقت. انت ازاي خرجتي بسرعه ودخلتي على غلب؟ هو مش بسرعه قوي، انا خدت حوالي شهر ونص وتعالجت شويه من منيره، وانا كنت ماضيه اساسا المسلسل ده واعتذرت عنه وراح لممثلة تانية اعتذرت، وبعدين جالي فشفته بمنظور تاني ولقيت انه هو جالي في وقت صح قوي. لو وقفت قدام منيرة ممكن ما اشتغلش تاني، لو بهرني نجاح منيرة ممكن يقعدني في البيت وتجيلي حتة ايجو بقى وغرور كده فقلت ان غالية ده هو العلاج. انت حاسة ان غالية ممكن ينسي الناس منيرة؟ واثقه في بصي انا هقول لك على حاجه يا بوسي، احنا بس بننسى. يعني انا من وقت ما عملت جسر الخطر الناس طاروا، عملت نجاحات الحمد لله كويسه، عملت شط اسكندريه كانت كويس، عملت نزلي طبعا غنيمه غنيمه جبل الحلال مسلسل عظيم، منيره كف قمر، جوازها على ورق الطلاق، هو بكام النهارده، في عملت حاجات يعني كل مره بيقولوا طب وبعدين. بس هو المشكله ان فرق التوقيت ما بين كل عمل وعمل طويل، سنتين على الاقل، فاعتقد ان المسلسل ده هيعمل تواصل النجاح ان شاء الله. نقدر نقول النهارده وفاء خدت حقها؟ كنا دايما نقول انك موهبه كبيره مش واخده حقها، النهارده بعد النجاحات دي وفاء خدت حقها؟ الحمد لله. يعني انا ما يهمنيش قوي قد ما يهمني ان الجمهور يبقى راضي، وبعدين يعني حتى لو حد سطى على نجاح أنكر وجودي، حاول ما بقاش موجودة، في الأكبر من كل دول في ربنا، فأنا راضية. وإحنا سعداء بنجاحك. كلمة أخيرة هتوجهيها لأهل الكويت، ذكرى حلوة تفتكريها في الكويت قبل ما تدخلي وتتوجي بتكريم جديد ونجمة 2017 في جريدة الأنباء. كنا وطن واحد وقت غزو الكويت، ولازلنا وطن واحد بعد محنة مصر بان معدن الأصيل. فشكرا لأهل الكويت، ودمتم أخوة محبين لشعب مصر، ودمنا لكم سندا، ودمتم لنا أيضا سند. وفاء عامر لما أوصفها هوصفها باسمها، لأن اسمها بيتميز بالوفاء والفن عامر في قلبها، عاشقة النجاح، مبدعة في كل الأدوار، طوفان الفن وفاء عامر. أنا جاية لكم زي ما قالت مدام رجاء، إحنا مجموعة بنحمل لكم محبة من قلب 95 مليون مواطن مصري.
الشعبين دول غراب قوي، الكويت ومصر مع بعض على الحلوة والمرة. إن شاء الله الحلوة جاية. أنا بشكر طبعاً جريدة الأنباء الكويتية، لكن كمان بشكر الدولة إنها واخدة بالها إن الكلمة سلاح، والكلمة سلاح يعني وزير للإعلام، يعني جريدة محترمة، يعني ما يبقاش في شك في كلمة بتتقال وبعدين نعتذر. وده المتوفر جداً الحقيقة في جريدة أقدرها وأحترمها، هي جريدة الأنباء الكويتية. شكراً. أنا غنية وأحب الهدية. في التمثيل ما أقدرش، دي أستاذة يا ماما.